تقرير منظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد في العالم قالت أن مصر تحقق معدلات إيجابية في مكافحة الفساد وتركيا هي الأسوأ في هذا التقرير. يسعدني أن يكون معي الكاتبة الصحفية الكبيرة الأستاذة فريدة الشباشي. أستاذة فريدة مساء الخير. مساء الفل عليك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. رأي حضرتك في تقرير منظمة الشفافية الدولية، مصر تحقق يعني معدلات في التنمية في الشفافية الدولية، أما تركيا اللي طبعا بتعادي مصر وإحنا عارفين المواقف السياسية، ما لناش دعوة بالشعب التركي، إحنا بنتكلم على المواقف لحزب أردوغان ولأردوغان شخصيا، ومع إن يعني تركيا تحقق طفرة اقتصادية في الأعوام الماضية حوالي 4% في معدلات الاقتصاد. رأي حضرتك إن الدول اللي هي طبعا الصين، تركيا اللي يعني ورد ذكرها في منظمة الشفافية الدولية إن هي بتمثل انتهاك لحقوق الإنسان مع أنها تمثل طفرة في الاقتصاد، ومصر نعم. التي تعاني من ركود في الاقتصاد إلى حد ما وتسعى حثيثا لتحسين وضعها الاقتصادي، يعني بتحسن حالتها في الناحية الشفافية الدولية. رأي حضرتك في هذا التقرير؟ رأيي إنه ده مؤشر على إن إحنا فعلا في الطريق الصحيح وعلى أن إحنا فعلا عندنا قيادة الآن محترمة نعم. وبتحارب الفساد وبتحارب التخلف وجادة وصادقة، مش بتاعة شعارات. إنما أردوغان بتاع شعارات، أردوغان راجل بيتكلم عن قيم وهو يعني بيمارس الحقيقة كل ممارساته بعيدة عن القيم. يعني هو اللي عامله النهاردة في المنطقة ومساعدة الجماعة اللي هم داعش. يعني زي ما كان النهاردة بيقول الدكتور عبدالله النجار اللي بيسيئوا للإسلام واللي بيشوهوا الدين الإسلامي واللي بيلعبوا لعبة الأمريكان والصهيونية، هو داخل في اللعبة دي بنفس القدر بتاع أعداء الأمة العربية والأمة الإسلامية كلها. نعم. وهو يعني راجل يعني بيهرب من كل أفعاله المخزية هو وابنه. أنت عارف أن هم ليهم قضايا فضايح مالية كبيرة قوي. صحيح. ابنه بلال. نعم ابنه بلال. نعم اللي يعني احنا عندنا رئيس يقول انا مش عايز حاجه خالص. انا بالعكس عندنا رئيس حاول يدي حياته لمصر او غامر بحياته او قامر بحياته فدا البلد وفدا طموحات وامال وثوره الشعب المصري. فبالطبيعي انا بشوف ان ده امر طبيعي جدا ان احنا ان شاء الله اللي هناخد مكاننا، وزي ما قال الرئيس قال ان مصر قد الدنيا وان شاء الله مصر ام الدنيا وان شاء الله هتبقى قد الدنيا ان شاء الله. لما تبقى قد الدنيا لازم كل لحظه انت خد بالك ان طريق الالف ميل يبدا بخطوه واحده. صحيح. احنا النهارده قفزنا يعني حوالي 24 يعني مكانه تقدمنا عليها، مش كده؟ كان مظبوط حاجه 94 او حاجه بقينا 70. نعم. يعني قصدي نعم. ان احنا بنتقدم بخطى واسعه كمان. نعم. في مجال ان احنا بنرسي قواعد دولة محترمة بقيم محترمة بفعل مش بقول، انما التانيين بيتكلموا وبيعملوا عكس اللي بيكلموه بالظبط يعني. نعم. وده منهم اردوغان طبعا زي اكيد طبعا. اذا احنا ان شاء الله على ثقه في المستقبل القريب ان مصر بتخطو خطواتها بكل ثقه بكل ثبات نحو مستقبل افضل، مش مجرد شعارات، دي الحقيقه. والحكومه واللي في مكان الاداره والناس اللي القائمين على العمل بيسعوا حثيثا ان هم يعني يرسخوا اقدام مصر نحو الديمقراطيه نحو العداله الانتقاليه. الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.